أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وعظم لكم الأجر والمثوبة. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما هو الشاهد من حديث جابر رضي الله عنه؟ ما هو الشاهد من حديث جابر رضي الله عنه إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون لباب الشفاعة؟ بيان للجنة، بيان في ما في الجنة من المآكل والمشارب، تابع للأحاديث، ما هو مستقل، ما أورده مستقلا، وإنما أورده في سياق الأحاديث التي وردت في الشفاعة. نعم.